السلام عليكم ورحمة الله. هذا الكلب صاحبه كرر الاستغناء عنه. طبعا هذا كلب زينة بيشبه البومريان. تعال شو مشكلته؟ تعال ايه هذا بعض كمان. المشكلة انه ايديه شايفين ايده واجره تنتين رايحات. هذا لازم نعمل له صور عشان نشوف شو قصته من ايش صار فيه هيك. اعتقد انه ايده فيها كسر، مفتول ايده من عند المفصل. تعال تعال تعال. ايوه هاي اجره وقف عليها شوي برفعها. بس في اشي فيه معقول عضاته كلاب او اشي. المشكلة اللي اعطانا اياه بقول لك انا بعرفش من ايش لقيته هيك. الكلب فيه مشكلة بايده واجره التنتين الشمال. تعال 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 تعال. خف شايف نعمل له صور. تعال ايه هذا بده يعض. طيب هذا راح ناخذه نعمل له صور أشعة بس ببين معنا في الصور شو قصته. طبعا هذا بكبرش أكبر حجم له هي. طبعا هو مهجن أبصر عليه شبيه البومريان. تعال تعال تعال. بعد ما نعمل له الصور بنشوف شو قصته. لكن هذا بدنا نكممه لانه بعض. مش كريم هذا الكلب. تعال تعال. معقول حدا ضاربه؟ شو بخلي حدا يقرب عليه؟ الكلب خايف. بعدين اجره فيها اشي. طلع اجره الثانيه كيف؟ واجره هاي كيف؟ تختلف صح؟ في اشي بجره والله ما انا عارف غريب. شكل اجره فيها اشي مقطوعة منها شوي. المهم اشي صاير مع الكلب مع بعض انا عارف والله ما عارف شو قصته. على كل حال احنا بنشوف شو بنقدر نسوي معه ونعالجه. اشي له اجر نص اجر. لا لا لاحظ اذا على جناله ايده بصير اخف عليه. ناخذه هيك ليوم نشوف وقت شيء نفضى ناخذه على التصوير على السريع. في واحد هنا لنا صاحب نصوره اشعه ونشوف بعدها. تعال